الحمد لله طبعا، يعني مش هيصير اكتر من، يعني الحمد لله. شوف اللي بيحصل ده اسمه ايش؟ قيد الحياة، صحيح. لقيتي نفسك في مشهد، ايوه الكتلة لقت نفسها في مشهد على قيد الحياة، خلاص تمام. صباح الخير يا مشمش، كيف الحال؟ الحمد لله. coating from a piece of paper، يعني الكتلة على قيد الحياة، بتقرأ بالصوت العالي المكتوب على الورقة: الفاسقون من كفر، الفاسقون من كفر، الفاسق من كفر. مين بقى الذي فسق؟ الذي فسق هو بالضبط الذي كفر. أيوة. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، ايه بقى؟ لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، تمام، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، تمام، ويبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، خلاص. هذا الوعد عشان ايش يصير؟ يعبدونني لا يشركوا بي شيئا.